A Saudi journalist and expert on China has expressed anticipation for the upcoming first China-Arab summit, saying that Arab countries welcome more cooperation with China. والصين برأيي يعني أصبحت تفعل مد يد العون أو تفعل توطيد العلاقات مع الدول العربية، والدول العربية حسب ما نعتقد بالنسبة توجهها للصين هي فاتحة ذراعيها لهذا التعاون. The expert also says he hopes Saudi Arabia and China will further strengthen their partnership to create more common interests for people of the two countries. وأعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من العلاقات التي راح ستتطور أكثر بين البلدين والقرب أكثر بين بعضهم، وفيما يتعدى موضوع الاقتصاد وأيضا ثقافيا واجتماعيا أيضا بدأت تكون هناك يعني تقارب أو علاقات أكثر تتطور بين البلدين، وهذا ما نأمله ونتوقعه يعني، خصوصا أن البلدين يعني لديهم يعني الرغبة الأكيدة في النظر لمستقبل منظور متفائل وبمنظور يعني يسعى إلى تطويره إلى لما فيه مصلحة للشعبين.